تضحين عيال الله تضحية قوية. لا لا شفت تضحية حق الأظافر إيه إيش لقمة العيش صعبة إيش يسوي الله العظيم عاوزين نطلع الكاش أقول لكم حاجة. طيب أبو مانة ترى كان أبيض أول ما دخلنا هنا شف صار أسمر نلحر لا شف ليه الجو برد الجو برد آه شفت برد لابس بكم منع ما شاء الله أنت واضح من البرد وجهك لماع ما شاء الله طيب شباب فهمتوها فهمتوها متأخر أنا فهمتها من أول ثانية طيب عندنا فعالية أسئلة اي يلا بسألكم أسئلة وحاولوا تجاوبوا نشوف مين عنده معلومات حلو تبون الأسئلة إيش أسئلة دينية ولا أسئلة عامة عامة دينية طيب ما في مشكلة بس بعيد عن الكورة ما أنا فهمت ما هي السورة القرآنية التي تخلو من البسملة في بدايتها التوبة الله عليك ما شاء الله أول نقطة ما شاء الله طيب سبقتني عليها طيب كنت عارفها بالله بدون بالله لا غير كذب طيب يا الله ما صدقت عشان اشوف وجهكم زين طيب كم المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ ايش؟ القرآن الكريم نزل والله ان عندي الإجابة ايش والله عندي الإجابة كم هي المدة التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ اعطي خيارات؟ لا ما اعطيك خيارات طيب اعطيك خيارات لا اعطيك خيارات 21 سنة 22 سنة 23 سنة 21 سنة وانت؟ ايش اجابتك؟ 22 سنة 23 سنة هذا ولا لا لا انا انا عارف طيب ما هي اطول كلمه في القران الكريم وفي اي سوره وردت انا بكتفي سوره البقره ايش سوره البقره لا انا ابي الكلمه نفسها لا سهله والله كلمه وبعدين مش في سوره البقره لا لا في ايه ايه في ايه بسوره البقره ايه الدين عارفها صفها هذه اطول ايه لا لا مش اطول اطول كلمه اطول كلمه ها ال عمران توقع يلا يا شباب لا سوره الحجر خلاص طيب عطنا اول الايه ايش وش الايه ما هي كلمه فسنك فيكم ايوه ايوه هي صح ايوه اي هذه الايه هي ها بس انا تحسبت نفس فسنك فيكم لا ما ودي احرف بالايه صح طيب بس هي 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 هذه انا عارفها اي هذه الايه صح هذه الايه هي ايش تشبهها ايوه اي هذه هي انا متاكد انها فأسقيناكم ايوه عليك بس عاش والله خلاص معلومات عامه خلوها عندكم ومن قال يعيش يا ولد طيب من كفل النبي من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ عمه عمه ركزوا من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ عمه أو لا لا جده صح جده كفله جده عبد المطلب وبعد وفاته انتقلت كفالة العمه ما ماني بسيط طيب ما هي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ راعي غنم وإيش كمان؟ تاجر تاجر تجارة راعي الأغنام طبعا الحين أعطي النقطة لمن؟ ليهم هم الاثنين؟ من؟ أعطي النقطة لأي واحد يستاهل إذا نقاط إذا فيها نقاط والله يستاهل لا 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 مش في ما فيها نقاط نقطة الإجابة هذا اجتهاد ترى هذا يبي نقطة من عندك بس هذا اجتهاد ما بعطيش أنا نقاط بالبرنامج ما أخذتش الإذن والله نراجع الإعداد وأعطيكم نقط بقى نقط بعدين تفضل الكاميرا عندك طيب إيش رأيكم بعدين والله فكرة والله فكرة ممكن بعدين نخلي فيه أسئلة 50 نقطة ما تمام مثلا وإذا جاوبتوا عليه لا إذا جاوبت على الأسئلة والله ممكن لا تحرق الدنيا إيه والله الدنيا. ممكن نبقى نحط نقطة طيب سؤال الفكرة. وليد طيب. وليد سؤال الصورة اللي أطول آية في سورة القرآن الحجر في سورة الحجر نها. طيب أطول كلمة عام أطول آية في طيب سورة لماذا سمي العام العاشر من البعثة عام الحزن وفاة الرسول لا 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 لا, لا. أها عام الحزن والله اني مضيع عام الحزن طبيعي ايش اللي يخلي الواحد حزين هو فيها وفاة شخص مين ايوه بس ما ادري انا ساعدك شخصين شخصين اها اقرب شخصين للنبي صلى الله عليه وسلم ها ابو سهلتها مره بس لا ابو بكر وعمر لا ها لا لا حد عارف ولا لا لا والله صراحه ما انا بنت فلسفه هقول اقول الاجابه اقول خذوها من باب المعرفه بالمعلومه اخبرات زوجته خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وعمه ابو طالب الاثنين ماتوا في نفس السنه طب انهي سنه حد فاكر دوبي قلت العاشرة صح العاشر من البعثة طيب أين اختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في طريقه للهجرة جاوب أين اختبأ إيش أين اختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر في طريقه للهجرة يوم تجيهم بنت أبو بكر الصديق في غار حراء صحيح غلط ليه وش لا غار حراء نزل غار ثور الإجابة عندي غار ثور
اتاكد لكم المعلومه. لا 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 في غلط. انت متاكد انها غلط؟ انا متاكد انه حتى بنت ابو بكر الصديق كانت تجيهم وتجيب لهم الاكل. انا متاكد من المعلومه هذه بس الله عليك. طيب ما هي اول غزوه؟ هذا سؤال سهل. اول غزوه خاضها المسلمون وفي اي عام وقعت؟ سهله والله السؤال ده. بدر. الله عليك بدر الكبرى. ها في اي سنه؟ في اي سنه؟ في اي سنه من الهجره؟ ارقام ما احفظ. اتوقع السنه الثانيه. بس سهله شفت؟ لا مش يقول لك اتوقع سويت له كذا. طيب يا كذاب انا متوقع انه حبتين لك. يلا عام عام اسئله عامه بجيب لكم اسئله عامه. ايه رايكم في الفعاليات؟ والله حلوه. يلا بس اقول لكم حاجه، لو عايزين تخاطبوا جمهورك عشان ما تدروش ان انا عطلتكم. لا لا عادي 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 خلاص عادي عادي. الوقت ترى كم باقي وقت يا ما باقي شيء، باقي كلمة ساعه. طيب ببشر 20 دقيقه. يا الله والله الوقت جدا ساعتين هنا. ما اسم اكبر دوله في العالم؟ روسيا. الصين. روسيا. نعم روسيا. روسيا العظمى يسمونها بعد. عاش. السؤال عندي هذا. ايش عندي سؤال؟ يلا اسال. يلا بس اسمعوا، اذا سالت بعد بقول 10 9 8 7 6 بنزل تترازي زين. بس والله جابوا اسرع واحد يعني في تايمر. جابوا بسرعه تايمر في يعني اسوي لك تايمر. سابق طلع ابراهيم 10 9 8 7 7 7 ايش السبعة؟ السبعة ايش السبعة اللي طلعوا ثاني ابراهيم السبعة اجل. ركزوا معي ابغى اغير هذه. ايش السؤال؟ انت قصدي دقيقة ما سمعت السؤال. بعد السبعة ولا قبل السبعة؟ بعد السبعة. بعد السبعة. تمام بجيكم. تمام. كم ابراهيم الحين عندكم طلع متسابقين؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة صح؟ أربعة 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 أربعة. أول خالد خادم طيري بعدين السبعة. طلع استبعاد. ما ممكن. لا خلاص استبعاد. خلص استبعاد. تمام. الثاني اللي فيه ريان. السبعة. أول شيء السبعة بعدين الاثنين اللي هو ريان أبو حثرة والرزقي وعبد الله شداد. هذا ابراهيم. بعدها سيف الجنيبي. ثلاث ابراهيمات. ثلاث ابراهيمات صح؟ طيب أوكي. على فكرة ابراهيمين ولا كان في ابراهيم قبل؟ لا لا طيب مثل ابراهيمات هذه ركزوا معي. الشخص الثاني اللي لعب على زياد الشهري من ثلاثة 10 9 محمد الرزقي. ثمانية محمد الرزقي. والله اوكي راح اصير موجيهم. كمل. طيب انا سالتكم عن اكبر. امسك 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 في مويه. ها شكرا حبيبي. لا والله ما اخذ منك. جيبون جيبون عيال جيبون عيال جيبون شايب مويه برد. جيبون عيال جيبون. لا لا جيبون جيبون عيال. خلك 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 الاعداد يشوفونا يكلمون العيال يجيبون. يا اخي ودي اطلعهم يا اخي. والله ودي اسجن وليد ذا معه. تسجن وليد ليه؟ لا لا عطيك مويه تقول لي ما تسجن وليد؟ هذا مو غلاك يا وليد. ها؟ طيب انا جبتها لك. ايش؟ من غلاك وده ودي اسجنك في قلبي هنا. الحين والله في قلبي هنا. يقول اسجنك في قلبي شفت اللفة؟ انا اسجني في قلبي. ها؟ طلعني. تتمنى ايش؟ اسجني في قلبك. ادخل قلبي تعال. ادخل قلبي. ما ينفعش. دبر نفسك بديك باي شيء روح. كيف؟ دبر احفر سوي شوف سوي كذا. دبر نفسك احفر قلبي ادخل قلبي يلا اتحداك طريقتك انت خاصه يلا طريقتك يعني عشان الجوال سيدة والله لا والله قامك كذا مزر والله تعال طيب. يا عبد الله يا حربي الحين انت عندك معلومات كبيره لها علاقه بالقرارات الدول وكذا. انا سالتكم اكبر دوله بتقول لي ايش؟ روسيا العظمى. طيب ما هي اصغر دوله في العالم؟ جزر القمر. غلط. لا لا مو جزر القمر. لا 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 في اصلا انا اول مره اسمع اسم الدوله دي اصلا. جزيره. هي جزيره اصلا. هي جزيره بس اسمها ايش؟ جزيره بس وشي ما ادري. شوف اقول لك اساعدك هي على وزن الفاعلال. ايش على افتر في الصرف على وزن الفاعلال. يا اخي تكفى قلنا اشياء نفهمها. هي جزيره انا متاكد انها جزيره. ممكن طيب ايش اسمها؟ حتى سكانها من البشره السوداء. اسمها الفاتيكان. الفاتيكان ايه. طيب طيب ما تعال ما ايش دخل الفاعلال؟ لا 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 الفاتيكان مو من اصحاب البشره السوداء. لا انا ما اعرف ما عنديش معلومه بصراحه. لا لا الفاتيكان دوله اوروبيه. الفاتيكان دوله اوروبيه اي صح. ما هي اسم ما اسم العضله الاكثر قوه في جسم الانسان؟ عضله القلب. لا الفخذ. لا صدمه السؤال ده صدمه. شو اسمه الفك. الله عليك الله عليك. بس والله كنت انا حتى انا كنت احسب الفخذ والقلب. اي والله. كم عنصرا يحتوي الجدول الدوري؟ عنصر عناصر كيميائيه. كم يا حبيبي؟ كم عنصر كيميائي؟ دقيقه واصبر. عنصر كيميائي جدول ذا اذكر بالفيزا اخذناه. عنصران. عنصران. لا 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 بالله جاوبوا. لا وين عنصران؟ العناصر كلها عنصران. لا 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 يا اخي اتق الله. هيدروجين الاكسجين ثاني اكسيد الكربون
يقول لك عنصران واجد 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 حدود فوق فوق الأربعين تقريبا فوق الأربعين لا فوق المية أدري بعد 120 ها وأنت كم والله إني ما أدري بس اللي يقول الإجابة الأقرب بياخذ النقطة 125 وأنت تقول كم فوق الخمسين فوق الخمسين لا فوق الخمسين هي فوق المية أصلا أنا ساعدتكم خلاص فوق المية وخمسين فوق المية وخمسين ما تعدى 200 وأنت قلت فوق المية وخمسين وفوق بين المية وخمسين 180 يا اخي لو كنت ضليت على اول اجابه خلاص نرجع قلت 120 وهي 118 طيب انت تقول عنصران تستهبل طيب احد يعرف شيء في الالوان يعني تعرفون اذا اعطيتكم الوان تسوون لون من لونين حركات زي كذا طيب خلوها لا لا عادي طيب خليك من السؤال ده عشان يطلع لك لون معين ايوه مثلا اللون والله عندي معلومات عامه هنا قويه الاحمر مثلا الاخضر والاصفر ايش يطلع ايش يطلع ما عشان كذا اقول لك اغير المشكله انه بيسالك السؤال وكان عنده الاجابه يقول لك العنصر ايش يطلع والله ايش ما ادري والله اذا عرفت قل لي طيب طيب انا بسالك سؤال يلا وليد بسالك سؤال بحكم انك انت شخص مصري ونعم دوله مصر والشعب انتبه لا ايوه ويعني للامانه الشعب الاكثر حبا لهجتهم يا حبيبي واكثر لطافه لماذا مصر سميت مصر 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 سميت مصر لماذا مصر سميت نعم. مصر فكرتني بمقطع الميم محمد صلى الله عليه وسلم أصاد صلى الله عليه وسلم رسول الله والله قوية يا عبد الله والله قوية عايش عايش والله يلا دامك مصري يعني لماذا مصر سميت مصر يلا صدق والله مش كيفك براسي غير اللي قبلتي يقول لك تعرف مصر ليه سموها مصر الميم دقيقة والله أنا ما أعرفش الإجابة أنا أعلمك الإجابة أعلمك الإجابة أعلمك الإجابة أعلمك الإجابة وأبحث عنها يلا أنا أعرف الإجابة في ملك من ملوك الأرض اسمه الملك بيصر ايش الملك بيصر 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 ايه ايوه عنده ولد اسمه مصر ايوه اسمه الملك بيصر ايه مصر عنده 5 اولاد منهم اشموم وقفط وهذا اللي يذكرني لهم لها 5 عيال مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام لا توهتني مره ثانيه مصر ابن مين ابن بيصر ابن بيصر دخل ارض مصر بعدين قال هذه الارض دعا ان الله يبارك في الارض هذه والله استجاب دعوته بعدين انجب جاب مصر مصر كبر انا ولد على ارض مصر ايه فكبر فسمى ما باسمه مصر له 5 ابناء منهم واحد اسمه قال اشموم وقفط و في 3 اسماء والله اني ما اذكرهم يمكن هذه اللي تسمت بها المحافظات تسمت فيها المحافظات كل واحد إيه والله كل لا 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 كل ابن انا قرات شفت معلومه إيه؟ شفت معلومه المحافظات والاسماء دي إيه نعم. لا 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 شفت معلومه قبل يومين والله بس لا مش متاكد انا بتاكد منها إيه؟ وبقول لكم وبقولها لكم بس انه اسماء المحافظات كانت على اسم ابن على اسم على اسم ابن مصر اللي هو جده نوح عليه السلام كل ما دخل في مكان وبناه وزي كذا سماها باسمه اللي هو اشموم بعدين راح في بعدين صار له حدود بين اشموم واخوه الثاني اللي هو طب من فين عرفت المعلومه دي يا عبد الله يا طول عمر السلامه من الكتاب الثاني انا كل اخر الليل اقرا كتب زي كذا واحد تعرف اللي الله نعم. عليك الله نعم. عليك وابحث عن المعلومات تلقى الكلام صحيح والله تحيه حلو يا عبد الله نعم والله جبار الله عليك يا عبوده لا 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 قوي 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 معلومات عامه ولا قصص جميع لا اذا بتجلسوا مع بعض في السجن 24 ساعه عشان كذا انا جايب الكتاب فاهم والله تحكوا قصص كثير اي والله حلو الله عليك والله طيب ليش سميت مصر مصر بهذا الاسم بهذا الاسم يقولون بام الدنيا لا لا ليش سميت مصر بهذا الاسم وكان شعار الفراعنه المفضل هو تسميه مصر هي تسميه حامية نسبه الى مصرايم بن حام بن نوح وقالت عنه النصوص الارامنيه السريانيه المصريين ويفسره البعض بأنه مشتق من جذر سامي قديم قد يعني البلد أو البسيطة الممتدة وهذا ده حصين ومكروه تسمية مصر تسمية مصر هذا الاسم قد أخذ اسم من أحد أحفاد النبي نوح والله صح نعم الله عليك مصرايم وهو اسمه بس ما كانش اسمه مصر كان اسمه مصرايم بن بنصر يا ولد بن حام بن نوح عليه السلام
عليه السلام الذي سكن مصر بعد الطوفان. نعم. كان لنوح عليه السلام بعد الطوفان 4 أبناء سام وحام ويافث ويخ. أيوة عليك نور. والله معلومات عامة قوية. بالله حي معي بالله. الله عليك يا عبد الله. الله يسعد. طيب أنا أسألك أنا سؤال بقى. أنت بعكسها. ليش سميت السعودية بهذا الاسم؟ السعودية سميت بهذا الاسم نسباً ل نسبة لآل سعود. لآل سعود. الملك عبد العزيز يوم دخل السعودية يوم دخل فتح المناطق ووحدها سميت السعودية باسمه آل سعود. أنا كنت ماوي أنا كنت ماوي أنا أنا كنت ماوي. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبدل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبدل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبدل اللي لايق مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. بجلس معكم 24 ساعة. الله يحييك. الله نورتنا وشرفتنا. إذا تبي صدق صدق نكلم الأستاذ مسفر يدخلك معنا وهو يعني نعم يتكل على الله. يا حبيبي أبشر. يلا يا شباب. مع جوال. إيش أقنع أقنع. وليد. يدخل عشان الجوال سمعتك. أستغفر الله. سمعتك بسلم الجوال وبدخل معكم. أنت الخسران ترى. والله أنت. لا والله عددكم مكسب عددكم حلو. حبيبي والله يا وليد. عادتكم مكسب. يلا نشوف مشكلة معلق الضغط ما شاء الله حق الهاشتاج مخلي فيه ضغط يا شباب قوي. ترى قبل ساعة كنا 6000. بقول لك 10000. ايه 10000 يمكن اكثر يعني 4000 تغريدة في قاعد يزيد في ساعة. يعطيهم العافية. اذا كنت في نعمة فرعها. والله منزلين لكم شو اسمه وليد تعرف تأملت في الدنيا بهالليل. أقولها لكم حواجبها لكم. أيوة أيوة عاوزينها. يلا أقولها لكم. فلا نعذر وتأتي بلا سبب. يلا أجيبها لكم كلمات كلمات. تأملت في الدنيا. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب. فلا ظلها دان ولو طال أملها وسل عن هواها كل من ودها خطب وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. فخير له جمع الفضائل للذهب. يا شباب والله الهاشتاج إلى الآن معلق مش راضي يظهر لي. تعرفوا دقيقة أحاول أقفل وأفتحها مرة ثانية. طب نكمل أسئلة إيه رأيكم؟ تفضل. إلين الوقت ينتهي. أنت عايزين أسئلة عامة صح؟ كل شيء يلا. إلا شيء عن الكرة لأن الكرة ماني فاهم. أنت ما عندك شيء أسئلة عن الكرة؟ طبعا الحيوانات. شوف أنا ثقافية عامة علمية في رياضي في رياضة. كرة. إيش الكرة؟ الكرة الكرة. كرة. كرة. لا لا. لا كرة. خلاص خلاص.
والله في أسئلة قوية هنا يا شباب. تفضل يا وليد حضورك القوي. بس أسئلة قوية، أسئلة صعبة يمكن. حضورك الصعب القوي. قالكم مسفر بشر حب والله. ايه والله للاسف يا جماعه الحمد لله باقي خمس دقائق الحمد لله. راضين بقضاء الله وقدره. اوكي خمس دقائق نحسب خمس دقائق على التايمر. ها احسب خمس دقائق على التايمر. يلا على الشاشه. موجود على الشاشه. موجود على الشاشه الحين. مثل وش نسوي فيكم؟ احنا بغينا جنبنا. والله بيض الله وجهك انت ما قصرت. وبيض الله وجه الجمهور والله لما يغرد الا شخص واحد انه اذا انت خمس دقائق وصلكم طلباتكم اللي تبغونها يجيكم يا مال غيرك. جوال لا جوال ممنوع. ترى من البدايه كانوا يقولون يا والله جوال ممنوع. قالوا والله ايش قالوا في البدايه؟ قالوا اللي يخش السجن يخش اللي يدخل السجن يدخل يعطيه جواله عشان يتفاعل صح؟ ايه انا عشان كذا اعطيتكم الجوال قبل شوي قلت تفاعلوا من 10 دقائق لان صاحب الجوالات مو موجود او المسؤول عن الجوالات مو موجود. فهمتوا؟ بس عسى الله يوفقكم ان شاء الله يا رب يا كريم. اللهم في شيء تبغون لعله خير يا رفاق. ايش تبغون يجيكم؟ ايش تبغون يجيكم؟ والله احنا اذا نبي صد والله ما نبي الا ذي الوجهين الحلوه يا حبيبي. يا اخي اول مره اشوف سجانين والله ما مسجونين حبوبين قوي عندهم رضا كذا. للي غرد اليوم للي غرد الله يعطيهم العافيه. والله بيض الله وجيههم. اي والله مو بالجمهور شخص شخص غرد كذا اقول لك كذا. حلو حلو والله يا مسفر ابو مان انك نعمه. ايوه حبيب قلبي والله انك نعمه البرنامج. الله يسعد الوجه والله انك اعمد من نعمه البرنامج التي لا يستطيع الشخص يا حبيبي الوصول اليها. الله يسعدك وليد والله بعد كذا. الله يسعدك يا حبيبي. الله يبارك فيك. شكرا لكم ما قصر وانا استانسنا وانا ما حسينا بذا ساعتين. والله ساعتين والله اني انصدمت ان احنا كملنا ساعتين. اي والله والله اني انصدمت والله يا شباب. الوقت معكم حلو. الوقت معكم حلو وانا عن نفسي اقسم بالله لو اداره البرنامج تسمح انا ممكن اجلس معاكم هنا. الله يقدرك والله. عادي اذا انت ما ممكن في اليوم من الايام يجي خطا منك تدخل السجن مع نعم. وانا حتى اصلا قلت لك قبل شوي اذا انك صدق فخل مسفر يدخلك معانا ويتكل على الله. بستخدم الجوال.